بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله القوي القاهر القوي القادر المبدئ المعيد الفعال لما يريد. سبحانه أحمده بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى خلقه بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن تجار الزمن المتدافع ليسير بالإنسان سيرا حثيثا إلى نهايته المحتومة، وهو على متنه يبني الآمال الطوال، ولا تلبث مطارق الأجل أن تهد صروحها وتجتث قواعدها. والإنسان يلاحقه باستمرار نذيران ملحان، ولكنه بجانب ذلك يتصامم عن صوتهما الهادر. النذير الأول نذير الحمام الذي يتخطف الناس من حوله وعن يمينه وعن شماله، فكم يفقد الإنسان في ليله ونهاره من قريب أو حبيب. إن أصبح لم يمسي، وإن أمسى لم يغدو، ولكن الإنسان بجانب ذلك يتصامم عن صوت هذا النذير. والنذير الثاني القرآن الكريم بزواجره وقوارعه، فإنه يكشف أيما كشف عن طبيعة هذه الحياة الدنيا، ويلح على الإنسان بنذره أن يزدجر عنها وعن مغرياتها، وأن يقبل على الدار الآخرة التي خلق من أجلها. تبارك وتعالى يقول مخاطبا لهؤلاء البشر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول سبحانه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فالقرآن الكريم يحذر الإنسان في هاتين السورتين من الركون إلى النعيم والإخلاد إلى المال، فإن المال عرضة زائلة، وليس للإنسان أن يغتر به، إذ هو مستخلف عليه ومؤتمن فيه، فهو مسؤول عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه،
وماذا عمل فيما علم. والعقل هو الذي يتأمل في هذه النذر بأسرها ويتزود منها ما ينفعه لغده. فالعقل هو الذي يحاسب نفسه على عمره الذي يمضي باستمرار، بحيث لا يكاد الإنسان يمسك ثانية منه حتى يرى ثواني قد مرت بين يديه تتبع تلك الثانية، وحتى يرى وراءها الدقائق والساعات والساعات والليالي والأيام تمر به مرا سريعا. فجدير بالإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر الذي هو هيبة كبرى من الله سبحانه تترتب عليها مواهبه الأخرى. كما أن على الشاب أيضا أن يحاسب نفسه على شبابه، لأن الشباب فرصة للعمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يقوى في شبابه على ما لا يقوى عليه في هرمه. وجدير بالإنسان أن يحاسب نفسه أيضا على نعمة المال، فإن المال يتعلق به سؤالان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال الأول عن كسبه والسؤال الثاني عن إنفاقه. فليس للإنسان أن يكتسب المال من أي وجه كان، وإنما عليه أن يقتصر على الوجوه المشروعة المباحة المحللة دون غيرها. فإن الله تبارك وتعالى جعل في المباح غنى عن الحرام، والمال إنما يتزوده الإنسان ليتقوى به على أمور دينه وليتقوى به على ضرورات حياته، فليس له أن يجعله غاية يطمح إليها ويتفانى في سبيلها. وهو مسؤول أيضا عن إنفاقه، لأن المال إنما هو مال الله سبحانه، والعبد مؤتمن عليه ومستخلف فيه. فالله تبارك وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول عز من قائل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه في ماله حسابا دقيقا، بحيث لا يتصرف في هذا المال إلا وفق أمر الله سبحانه، وهو مسؤول أيضا عن علمه. والإنسان وهو سادر في غيه، غارق في غفلته، جدير بأن يدكر في يوم من الأيام، لأنه إن لم يصح في حياته صحى على يوم جاءه فيه النذير الذي لا مارد له، الذي لا يرد ولا مناص له عنه. فالإنسان إن لم يصح في حياته صحى بعد أن يفاجئه الحمام، فكما قيل: الناس نيام فإذا مات انتبهوا. فجدير بالإنسان أن ينتبه قبل أن ينتبه ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه الانتباه، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن كل ما لا يرضيه تعالى من الأعمال، والإقبال على ما أمره الله سبحانه وتعالى به من الخير. فالله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فجدير بالإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينقلب إلى ربه وأن يتوب إلى رشده وأن يتعظ بسير هذه الأيام التي تسير به سيرا حثيثا لا يهدأ في أي لحظة من اللحظات. ولئن لم يدكر الإنسان اليوم حيث ينفعه الادكار ادكر في وقت لا ينفعه فيه الادكار. فاتقوا الله يا عباد الله، وتزودوا من يومكم لغدكم، ومن حاضركم لمستقبلكم، ومن دنياكم لآخرتكم، واعلموا أنكم محاسبون بين يدي الله تعالى على القليل والكثير. فالله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى،
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه قادر. وأي قادر؟ وحياة الإنسان كلها مرهونة بذلك اليوم الذي يلقى فيه ما قدم وما أخر، ويجازى فيه الإنسان على ما عمل وما ترك. فجدير بالإنسان أن يحاسب نفسه في حياته هذه، وأن يدكر بالماضين الغابرين، فإن الله تبارك وتعالى قد أهلك من قبلنا من القرون من كان أشد منا قوة وأكثر جمعا. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم، ولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فاتقوا الله يا عباد الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأشكره، وأتوب إليه من جميع الذنوب وأستغفره، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، وأعدوا لكل سؤال جوابا، واعلموا أنكم ستبعثون وتحشرون إلى الله تبارك وتعالى، وتحاسبون على ما قدمتم وما أخرتم. ولن يكون مع الإنسان أي أحد يؤازره في ذلك اليوم، فإن كل أحد يبعث بمفرده، ويأتي ربه تبارك وتعالى فردا. يقول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ويقول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل صلة تكون في هذه الدنيا بين الناس تشد حميما إلى حميمه، وقريبا إلى قريبه، وحبيبا إلى حبيبه، تقطع يوم القيامة، إلا صلة التقوى التي تكون بين عباد الله المتقين، فإنها تتمتن في ذلك اليوم، وتشد كل متق إلى إخوانه المتقين، فيكونون في ذات الله تعالى إخوانا في ذلك اليوم كما كانوا في هذه الدنيا متعاونين على الخير. فاستمسكوا بحبل تقوى الله تبارك وتعالى، فمن استمسك بحبل التقوى فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد،
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقطع دابر أعداء الدين واستأصل شافتهم ولا تدع لهم من باقية. اللهم شرد بهم في البلاد وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم سوط عذاب وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشياعهم من قبل، واجعل بأسهم بينهم شديدا، وخلص اللهم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من قهر أعدائك الكافرين. اللهم ربنا استخلفنا في أرضك كما استخلفت من قبلنا من عبادك المؤمنين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وأبدلنا بخوفنا أمنا، وبذلنا عزا، وبفقرنا غنى، وبتشتتنا وحدة، واجمعنا على كلمتك وألف بين قلوبنا بطاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم أغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الآثام، وبك عن من سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق. اللهم أدم نعمتك ورحمتك علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا طبقا غدقا نافعا غير ضار رائثا غير عاجل، تجر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها، لا يدع واديا إلا أساله، ولا جدبا إلا أزاله، ولا أبا إلا أطاله، ولا قفرا إلا أعشبه، ولا مصر للمسلمين إلا أخصبه. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، فأدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا به رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث عبادك واسق بهائمك وأحي بلدك الميت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم يرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، استووا تراصوا وأتموا الصفوف الأول فالأول. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا